استمرارا لفعاليات أبناء جاليتنا الفلسطينية والمتضامنين مع شعبنا الفلسطيني في السويد، خرجت مسيرة حاشدة في مدينة غوتنبرغ إحياء للذكرى 74 لنكبة شعبنا الفلسطيني. حمل المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية وصورا للشهداء والمعتقلين من أبنائنا وشعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، فيما لم تغب شيرين أبو عقلة عن المسيرة. نظمنا هذه الفعالية لإحياء ذكرى النكبة وللتأكيد على أن حق العودة لا يسقط بالتقادم وأنه ينتقل من جيل إلى جيل، بالإضافة للتنديد بمقتل الصحفية شيرين أبو عقلة وإظهار للعالم صورة الفاشية للمحتل الإسرائيلي. موجودين كلياتنا هون مشان إحياء ذكرى هذا اليوم، اليوم السيء اللي تهجر فيه شعب العربي الفلسطيني. وصلنا 74 سنة عم نعاني من هذه المعاناة، فإحنا حابين إنه نوقف مع شعبنا العربي الفلسطيني ونقول لهم إنه إحنا معاكم. دعوات أطلقها المتضامنون السويديون مع قضية شعبنا العادلة لأصحاب القرار السياسي في البلاد والاتحاد الأوروبي بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني. الهدف إيصال الصوت الفلسطيني إلى المجتمع السويدي، جمعيات سويدية، بأن لنا حق نطالب به ونسعى إلى العودة ونسعى إلى دعمهم. اليوم هو يوم النكبة، اليوم العالمي للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وتهجير أهلها منها، وإن النكبة لم تحدث مرة واحدة وإنما هي مستمرة، وهناك الملايين من الفلسطينيين المشردون بسبب هذه النكبة. نريد أن يسمع العالم بمعاناتهم. في ظل هذا الصمت العالمي تجاه النكبة الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، جئنا اليوم كي نطالب حكومتنا ورأي العام العالمي وكل المنصفين بالوقوف ضد تلك الانتهاكات التي شبلت حتى الصحفيين أمثال شيرين وغيرها. المراقبون لهذه الفعاليات أن من شأنها تثقيف المجتمعات الغربية وتوعية الرأي العام العالمي بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والحث على السعي بالوقوف أمام تلك الانتهاكات وفضحها. سامن فخري، تلفزيون فلسطين، مدينة غوتنبرغ، السويد.